السلام عليكم. هاد اللح العاشق في النبي هو تبارك الله. عندي قدام الدار، هاي هذيك الدار، هاد اللح غيوصلهالك حتى للدار. شو تبارك الله، تبارك الله. السلعة عنده زوينة ونقية. شحال قطعتي؟ 35. ايوا شكون اللي غادي يديها لي يعطيك السر؟ انا ما نقدش عليها خويا. فين هو داك الوليد؟ هذيك ديالي. هذه الطنجيه عاد خديناها حتى هي بالمناسبه ان شاء الله. مناسبه العيد. قلت ايوا تبارك الله، السلعه عنده نقيه، كل شيء عنده موجود تبارك الله. فين هي الدلاحه اللي خديت؟ فين هي؟ ايوا شكون اللي غادي يديها لي خويا؟ ها هي تبارك الله، ما نقدرش عليها في الحقيقه. الولد يوصلها ليا. ها هي ديك الدار، ها هي قبالت، توصلها لي انت. الله يرضي عليك. صافي ايوا، خليتكم على خير اخوتي. الخير دمولانا 3 دراهم الكيلو. الدلاح رائع رائع، غزال تبارك الله. الخير دمولانا كله موجود. الله يجيب لي الصحه والسلامه وعواشركم مبروكه باش ما تمنيتي، وبالصحيحه والسلامه يا ربي، ويدوز هذا العيد ان شاء الله على امه سيدنا محمد بالخير واليمن والبركات وبالصحيحه والعافيه. هذا ما كان، وعيدكم مبارك سعيد مسبقا، وعواشركم مبروك اخوتي. هذا هي بلوك صغير قدام الدار، خرجت شي صخره ايوا بان لي الدلاح، جيت خديتو. الحمد لله على كل حال، ونهاركم مبروك. السلام عليكم حبايبي اخوتي.